ترتيب التاسع. إذا تشكيلة الفريقان في بداية هذا التعليق هي المباراة الثانية والأربعين ضمن مسابقة الدوري لهذا الموسم. التشكيل الشمالاوي يبدأ كالآتي: عبد الله حافظ، محمد 77، 66، مصطفى لطفي، بن فضل، محمد غزالي 24. هذه المباراة نذكر بأنه الغرافة يتواجد في المركز السابع 28 نقطة من 17 مباراة، 5 انتصارات، تعادل يتيم، 11 هزيمة. بار لمصلحة الفهود. المحاولة للكتيبة الصفراء في هذه المباراة، اللعب على لاعب الدائرة ممتاز، إضافة إلى مسبح كذلك صالة مجهزة بأحدث الأجهزة والآلات الرياضية. هذه رمية صرات في انتظار إيجاد الثغرات. حافظ إلى بنور، التسديد، الدفاع الغرفاوي بامتياز، تعود بفاست بريك لمصلحة الغرافة. ضاعت غريبة وعجيبة، هذه الأولى من بنور مع نهاية هذا الشوط الأول. بحثوا عن لاعب الدائرة بدون حارس مرمى مباشرة في الشباك، سلاح ذو حدين. طبعا هذا القانون وهذه القاعدة، لأنه عند تعويض حارس المرمى بلاعب إضافي لابد من الحرص الخاصة بكأس قطر. طبعا الرباعي معروف، تحيل الوكر العربي الريان، لكن لا نعلم في ختام هذا الدوري في آخر ظهور له في مسابقة الدوري العام لكرة اليد. تعود للغرافة، الاستلام كان سيئا، فاست بريك من دنجير. 24 من دنجير، استلم هذه الكرة، اقتنصها، خطفها وحولها إلى هدف أسبقية. تعود من دنجير إلى الشيلاني، هدف الفارق الثاني من الشيلاني. 25-23، نعم 8 دقائق أخيرة. يوسف بدر من جديد يواصل التألق والتعلق وتقديم أداء جيد، وهذه كرة مباغتة من أجمل الأهداف في هذه المباراة. أمير دنجير، رفعة جميلة ولوب بانتصار من نصيب الغرافة، وبالتالي الغرافة يرفع رصيده إلى 31 نقطة، يبقى في المركز السابع.